من سطيف إلى الجزائر عبر مدينتين، هي أولا كان في سطيف ثم ذهب إلى البويرة ومن البويرة إلى الجزائر العاصمة. من سطيف إلى البويرة كم قطعة من كيلومتر؟ 137. شكرا، 137. شوف كيما نكتبوها باه ما نغلطوش في الجدول. نبداو ديما من رقم 100 من الوحدات، دائما نبدا 137. هاي 37. كي نبدا من هنا مستحيل نغلط. 137. ومن البويرة إلى الجزائر العاصمة كم؟ 103. ماذا؟ كيلو بطاطا؟ ماذا؟ متر؟ من يصحح لزميلك؟ إسحاق؟ 103. كم؟ 137 كيلومتر. جيد جدا، صرفوا زميلكم. 137 كيلومتر. والأخرى 103 ماذا؟ 103 كيلومتر. 103 كيلومتر. دائما نبدأ من اليمين إلى اليسار. كيلو متر. قطع المسافة على مرحلتين. المرحلة الأولى من سطيف إلى البويرة 137 كيلومتر، ومن البويرة إلى الجزائر العاصمة 103 كيلومتر. يجب ذكر الوحدة دائما. 103 متر، هل 103 لتر أو 103 هكتومتر أم 103 كيلومتر؟ سأقوم بعملية ماذا؟ عائشة؟ عملية الجمع. شكرا. وضعت هذه قولوا لها إشارة زائد، لكن عندما أقوم بوضع الخط وأقوم بجمع نقول عملية جمع، عملية جمع. أما هذه إشارة زائد، نقولوش عملية الزائد، عملية الجمع وإشارة الزائد. لاحظ هنا أننا وعندنا 137 وهنا 103. نلاحظ أنني وضعت رقم الوحدات تحت رقم الوحدات، ورقم العشرات تحت رقم العشرات، ورقم المئات تحت رقم المئات. في أي عملية جمع يجب أن أضع أو أرتب أو تكون موضع الأرقام فيما موضع الأرقام يكون في مكانه الصحيح. 7 + 3 كم تساوي؟ 7 + 3 وكم؟ 10. انتبهوا معي، شوفوا كيما نديروا العملية. النتيجة كم هي؟ 10. أي 10. وش ندير؟ أقوم بأخذ هذا الصفر وهذا الواحد، سأحتفظ به. نكتب هذا أكتب الصفر وأحتفظ بالواحد. شوفوا مكان الاحتفاظ أين يكون. اتبعوا معي. 7 + 3 تساوي 10. أكتب الصفر وأحتفظ أين بالواحد؟ اتبعوا معي. ها هكذا نعيم. تولهتي نعيمة. شفتي وين احتفظوا؟ ما احتفظوش بها لهنا، احتفظوا بها لهنا. يعني في كنت واحتفظ بالواحد هنا. فهمتوا؟ 7 + 3 تساوي 10. اكتب الصفر واحتفظ بالواحد. 3 + 0 تساوي كم؟ 3 + 0 كم تساوي؟ اسحب. والواحد 4. لا ننسى الاحتفاظ. نحاول أن نضع الاحتفاظ في دائرة صغيرة لكي لا ننساه، أو نكتبه بلون مخير لكي يلفت نظري ولا أنساه. 1 + 1 سجل يساوي 2.
اثنان. إذن النتيجة 240. عملية الاحتفاظ ما هي؟ أنني أكتب رقم الوحدات وأحتفظ برقم العشرة. في الدنيا ولا لا؟ أكتب رقم الوحدات، هاني كتب صفر صفر، ورقم العشرات وأحتفظت به هنا فوق فوق الثلاثة. الآن سأذهب للمسلك رقم اثنان. شوفوا من نكتب 221. من كتبت كتبت الواحد ثم الاثنان ثم الواحد، من الوحدات إلى العشرة إلى العشرات، ومن العشرات إلى مئة. 107. انتبهوا كما نكتب يا جماعة، أكتب سبعة ثم الصفر ثم الواحد لكي لا أقع في خطأ، لأقوم بحساب المسافة التي قطعها من الصيف إلى الجزائر عبر ثلاث مسالك. سأقوم بعملية الجمع. شكون يجي يحسب لي هنا؟ 8 زائد 1 زائد 7 زائد 7 كم تعطيني؟ 6 على 10. جيد. وأحتفظ لا أكتبه بلون مغاير من الأفضل. أكتب من هنا 16 16. النتيجة كان عندنا 8 زائد 1 زائد 7 16. وش راح نكتبه؟ راح نكتبه 6 وراح نحتفظه بالواحد. هاي اكتب لهم 6. أين أحتفظ بالواحد؟ هاي استعمل لون المغاير بالأقل. شوفوا انتبهوا مع زميلكم، أين احتفظنا به؟ جيد. واحد نحطه في دائرة صغيرة ده ما ننساهش. جيد. نستعمل لون أزرق الآن. هاي انتبهوا كمل. 0 زائد 2 زائد 0 0 2 زائد 1 تساوي 3. جيد. قلت لكم زميلكم 0 زائد 2 زائد 0 تساوي 2 زائد 1 الاحتفاظ تعطيني كم؟ 3. جيد. 1 زائد 1 زائد 1 تساوي كم؟ 3. جيد جدا. إذا النتيجة 136. جيد. صرف مع زميل عائشة واقفة على يسار الأستاذ. جيد جدا. على يسار الأستاذ. إيمان سيف أين هو واقف؟ سيف واقف على يمين الأستاذ. جيد. سيف، أروح سيف. من يعطيني موقع سيف بالنسبة للأستاذ؟ عبد القادر. سيف. سيف أمام الأستاذ. أو واقف أمام الأستاذ. عاود. سيف واقف أمام الأستاذ. أمام الأستاذ. الآن. سيف. سيف واقف بجانب الأستاذ. بجانب الأستاذ. شوفوا وقتها نقولوا بجانب، يا إما على اليسار ولا على اليمين. ورائي أو خلفي. خلفي أم لا؟ لا. خلفي أم لا؟ لا. هكذا ماذا نقول؟ الأصابع بدون إسحاق. سيف واقف أمام الأستاذ. جيد جدا. الأستاذ واقف بالنسبة لعائشة و سيف. جيد جدا. بين. جيد. الكلمة اللي قلتها له أنا، الكلمة التي قلتها له
ابتعد عني. اذا هو هو باء. ارفع الاصابع، ارفع الاصابع. سيف بعيد عن بعيد عن الاستاذ.